ريم طارق هددت طليقها حسن شاكوش في رجولته وقالت انها مش هتسكت وانه معيوب، ولما خلص منها وزحلقها بتقول عليه انها قفشته مع واحدة تانية في عز الظهر في رمضان بعد 4 ايام من جوازهم. لكن المفاجأة الاكبر اللي كشفتها هي علاقته بفنانة شهيرة جدا واللي كان بيروح لها في نهار رمضان. بس يا ترى مين هي الفنانة دي وايه اللي حصل لما قفشته معاها؟ كل دي تفاصيل هتعرفوها معايا في الفيديو ده. حياة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق كانت على نار من أول ما اتجوزوا ولحد دلوقتي. الناس كانت مستغربة إن شاكوش طرد ريم مراته من بيتها بعد أيام من جوازهم، والكل قال دول بيركبوا الترند، بس طلع في كواليس وأسرار ورا الحكاية لدرجة إنهم وصلوا للمحاكم والإقسام، وكلنا اتفاجئنا إن شاكوش إداها القضية وطلقها غيابي. لكن اللي حصل في النص ما بين الجواز والانفصال، ريم طارق تعبانة ونفسها تقول لكل الناس على كل حاجة حصلت، بس لقها ما تسمحش انها تفضح بني ادم ربنا ستره، وكمان ما قدرتش تشيل الذنب ده. الموضوع كبير ومش هتقدر تحكيه، بس ده ما يمنعش انها اتحملت اللي محدش يقدر يتحمله من رابع يوم جواز، وبتشوف كل يوم قصة وموضوع وحاجات وحشة لدرجة انها شافت ابشع حاجات ممكن حد يشوفها. قالت الكلام ده من هنا وعلى الهوى، كملت مسلسل الفضايح وقالت اللي الكل عاوز يسمعه. ريم قالتش كفاية اني قلت عليه معيوب وهديته في رجولته، لأ ده في اللي اكتر من كده. ريم ما تقصدش معيوب في الموضوع اللي بالي بالك، لا هي شايفة انه كسر بخاطرها وقلل منها جامد وهي كانت مستحملة بلاويه. ريم اختارت اوحش حاجة ممكن تخلي سمعة حسن شاكوش في الارض والجمهور يكرهه، وقالت ان من رابع يوم جواز والدنيا مش حلوة، وسابها وطلع على العين السخنة وقعد ياكل مع فنانة مشهورة. ولما رجع البيت اكتشفت الرسائل اللي بينهم، وكانت الفنانة بتقوله وصلت بالسلامة يا حبيبي، وكل ده كان في نهار رمضان. ومش كده وبس، استنوا، دي الفنانة دي في يوم تاني كانت مع شاكوش وضحكت بصوت عالي كده عشان توصل رسالة لريم انها مع جوزها، وفضلت على الحال ده طول رمضان لحد ما خلاص جابت اخرها وبيتها اتخرب، وده كان اكبر سبب للانفصال. ده غير بقى ان شاكوش عيرها بالتعب اللي هي بتعاني منه، ودي كانت اكبر ضربة ليها، وشافت وقتها ان دي مش اخلاق ولا رجولة. لكن يا ترى مين الفنانة دي؟ ريم طارق قالت مواصفات قريبة بالفعل من فنانة شهيرة، لانها قالت ان الفنانة دي اشتهرت الفترة الاخيرة بانها تعبانة وبتعمل عملية، وكمان قالت ان الحرف الثالث في اسمها هو حرف الر. طبعا الجمهور ربط المواصفات دي ببعض وقال انها تنطبق بالفعل على ممثلة شهيرة وكانت متصدرة الترند الفترة اللي فاتت بتعبها والعملية اللي عملتها، وكانت مفاجأة انها تكون هي اللي على علاقة بشاكوش. ريم طارق في النهاية انفصلت عن شاكوش خلاص، لكنها في نفس الوقت قالت بلاوي اللي كان بيعملها مع فنانة شهيرة، وقالت انها مش عايزة تقول على بلاوي ليه تاني مع مشاهير غيرها، وده اللي عمل حالة كبيرة من الجدل. شاركونا برأيكم في التعليقات، يا ترى عرفتوا مين هي الفنانة الشهيرة اللي أغلب الجمهور عرفها؟ وهل ممكن حقيقي تكون على علاقة بشاكوش؟